تقول طلقني زوجي وأنا حائض فهل يقع الطلاق؟ الجواب من شقين. ما هما؟ الشق الأول كلام عام عن الطلاق في الحيض. الشق الثاني ما يتعلق بالحالة المخصوصة. تمام. الطلاق في الحيض يقع، واحد ده رقم واحد. ليه يقع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال لعمر مر ابنك فليراجع زوجته أو فليراجع امرأته. فلما قال فليراجع، المراجعة فرع الوقوع، يعني مش هيقول له راجع إلا إذا الطلاق وقع وكانت حائض، يعني طلق امرأته وهي حائض فقال له مر ابنك فليراجع امرأته. فالطلاق في الحيض يقع عند الأئمة الأربعة. طيب هل الجزء الثاني الحالة بقى، هل بقى في الحالة بتاعت السيدة الكريمة السائلة زوجها طلقها وهي حائض، هل طلاقه عليها يقع؟ معرفش. ليه؟ لأن أنا معرفش هو قال إيه. فأنا لازم عشان أقول الطلاق وقع ولا ما وقعش أعرف الزوج قال إيه. طب أعرف من مين؟ يعني هنقول له هدى اتصل لينا تاني عشان تقول لنا؟ أبدا، المسموع كلامه في الطلاق هو الزوج، لأن هو قد يكون قال لفظ صريح، قد يكون قال لفظ كنائي، فنحتاج نحقق معاه في النية ونحقق معاه في مراحل من مراحل التحقيق في قضية الطلاق، قد يكون اللي قاله مش لفظ طلاق أصلا، فنعمل إيه؟ نراجع دار الإفتاء المصرية فيأتي بنفسه كده وبشخصه فناخد وندي معاه ونعرف الطلاق وقع ولا ما وقعش. في وده منهج، ومنهج دار الإفتاء المصرية انتهجته حقيقة، يعني منهج تطبيقي وعملي، إن الزوج يروح بنفسه ويسأل الشيوخ أصحاب الفضيلة.